تعال نشوف مع بعض بعض الأسئلة. بيقول لي give reason for، يعني علل أو لماذا، بمعنى كده if the temperature of water increase. نركز أو إحنا بنقرأ السؤال، الووتر مالها increase التمبريتشر، يعني أصبحت warm water يعني مية بقت دافية. the sea bird will die، هي ليه هتموت؟ بص في أكتر من إجابة، لكن الإجابة يعني كل إجابة مفيش إجابة صح وغلط، أهم حاجة الموضوع، لأن القاعدة بتقول إيه؟ when water warm، اللي هيجرى لما الووتر وورم الكورال ريف بلانشينج، ولما الكورال ريف اللي هي الشعب المرجانية بلانشينج تبيض، then fish and other marine may die. ما هو السي بيرد دوت بيتغذى عليه، يفيد اون ايه؟ الفيش وسام مارين اذر مارين بعض الم... طب يبقى بنقول ايه بقى؟ when water warm coral reef مالها blanching then fish and other marine may die. طيب لكن ممكن اي اجابة حول المعنى ممكن تبقى صح. food web can destroyed due to pollution. بيقول لي الفود ويب، يعني الفود ويب الشبكة بتاعت الطعام ممكن تتحطم بسبب البوليوشن. برضو السؤال ده اي اجابة حوالين المعنى صح، هنقول له ايه بقى؟ because pollution affect negatively، لان دي جملة شاملة بقى، on living organism البوليوشن effect negatively بيؤثر سلبيا على الليفنج ايه اورجانيزم، ما دام هيأثر سلبيا يبقى destroy. الفود ويب كان may be ايه destroyed، يبقى because pollution effect negatively on living organism، واي اجابة حول الموضوع تعتبر ايه سليمة. فالجيف ريزون مفيش حاجة بتتحفظ، بتتفهم. هنا بقى الأسئلة الجميلة، write scientific term of each of the following. They are organisms that are too small صغيرة جدا for people to see with only their eyes، يعني الناس ما تقدرش تشوفها بعينيها. small for people to see with only their eyes، لازم تشوفها بالميكروسكوب. دي اسمها ايه؟ ها microorganisms. It is the number of organism، ما دام يقول لي number of organism of one type of species live in an area، area منطقة، species اللي هي الكائنات، فصيلة، فصيلة القطط، فصيلة الإنسان، فصيلة الكلاب. number of organism of one type of species يبقى بنسميها ايه؟ البوبوليشن. بوبوليشن it is harm that happen to air. كلمة harm شوف، ما هي اهم حاجة معرفة معنى الجملة، الكلمة harm يؤذي، it is harm او ضرر، happen to بيحدث للاير والووتر والسويل، by substance that can harm living organism باشياء بتضر بالبيئة، آسف، بأشياء تضر بالليفنج أورجانيزمس الكائنات الإيه الحية. It is harm that happen to air, water and or soil by substance that can harm living organism. على طول دي بقى pollution. في برضو من ضمن الأسئلة اللي ممكن أي إجابة فيها بتكون صحيحة، ما فيش حاجة اسمها إجابة صح وخطأ، المهم المعنى. What happen if ماذا يحدث لو climate change is unsuitable for population of one type of species، المناخ تغير غير ملائم، unsuitable غير ملائم for population of one type of species، ايه اللي هيحدث لما المناخ؟ في اكتر من اجابه، ممكن تقول له ايه مثلا؟ different organisms may not be able to survive. ها الاورجانيزمس
او الديفرنت اورجانيزمز حسب النوع، ما may not be able to survive، ما تقدرش تعيش survive، تبقى على قيد الحياة. واحد يقول لك انا ممكن اقول اجابة تانية زي ايه بقى؟ living organisms نقول will او may، الاتنين واحد يعني، ممكن اقول may die او will die، يعني الاجابة مفيش حفظ فيها. what happened دي بتحاول تفهم الجملة ايه. سي ووتر بيكام وورم، قال لك خلي بالنا احنا جاوبنا على بلا السي ووتر بيكام وورم، لسه قايلينه من فوق اهو، اف تمبريتش اوف ووتر انكريز بقت وورم، ايه اللي هيجرى فيه؟ برضو ممكن نشوف كده، هيقول ايه؟ كورال ريف بلانشنج زين فيش اند اذر مارين، يبقى الفيش واذر مارين ديبند اون كورال ريف مالها فور فود اند شيلتر، مي ايه؟ مي داي. يعني ماذا يحدث لو الميه سخنت دفيت؟ الكورال ريف ها بلانشنج بتبيض، زين فيش اند اذر مارين ديبند اون اللي بتعتمد على الكولر على الكورال ريف مالها فور فود اند شيلتر، مي ايه؟ مي داي. اتفهمت ولا لسه؟ فهمت؟ تعال نشوف نوعية أخرى من الأسئلة. ممكن يقول لي write scientific term it is the number of organisms of one type of species live in one area. لسه مجاوبين عليه، قلنا عليها population. population any increase or decrease، خلي بالنا هو ده مشابه للي قبله، بس ده فيه هنا بيقول لي increase or decrease number of organism، هنا هنسميها بقى ايه؟ population change، التغير، لان فيها ريت في انكريز وديكريز، هو مش افرض يا مستر واحد كتب بوبيوليشن هتمشي برضه، لكن هي هنا بوبيوليشن تشينج. فلاينج ليفنج اورجانيزم ذات بيلد زير نست، الكائنات اللي بتطير وبتبني العش بتاعها اون ذا توب اوف ماونتن، كليف على قمه الجبل، and dive deeply، بتغوص dive deeply into the sea to eat، اسمها ايه دي الكائنات دي؟ على طول سي ايه؟ سي بيردس، هي اللي بتعيش على الماونتن كليف، ومش كده وبس، لما تعوز تاكل تروح نازله في العمق الميه وتخطف السمكه او تخطف الاكل وتجري. they are organisms that are too small for people to see with a only their eyes، قلناها المايكرو اورجانيزمز، مايكرو اورجان. في اسئله تلاقوها بسيطه وسهله، هنا بقى جايب لي كومبليت ذا فولوينج سنتنس يوزنج ذيس ووردز، جايب لي مايكرو اورجانيزم، سموك، اويل، انكريز، فورست، بوبوليشن، وعايز احط كل كلمه من دول هنا. فاير اوف ايه بقى؟ على طول فاير اوف فورستس اند لاكج اوف، تسرب الايه؟ الاويل، كوز بوليوشن that affect on the survival of living organism when food resource، مصادر الطعام and the animal habitat are affected by pollution، لما بتتأثر بالبوليوشن ايه اللي يجرى؟ يبقى many are negatively affected، مين اللي هيتأثر؟ يبقى many population are negatively affected also، البوبوليوشن برضه بتتأثر سلبيا. forest fire، هي الفورست فاير بروديوس ايه؟ ذات كوز ديفيكالت بريسنج فور انيمال، على طول يبقى ده سموك، سموك يا مستر. طب اف ذا كلايمت تشينج از ان از سيوتابل، هي ده، خلي بالنا قبل كده قلنا لو الكلايمت تشينج ان سيوتابل، اما هنا بيقول لي لو هو كان سيوتابل مناسب، ذا بوبوليشن اوف ذا سبيشال ها سبيشيز، the population of species يعني سكان او عدد السكان بتاعت الانواع مالها will ايه؟ ها increase مادام suitable، امال لو قال لي unsuitable كانت تبقى ايه؟ decrease. small fish feed on ايه؟ هي ال small fish feed on microorganisms that float on the surface of the sea. اتمنى تكون الاسئلة واضحة، وراجعوا انتوا الاجابات اللي انتوا كنتوا عاملينها وشوفوا اخطائكم ايه، والى لقاء قادم ان شاء الله.